جرحى تعز، القصة الأكثر مأساوية في الحرب. المئات من مقاتلي المقاومة والمدنيين في هذه المحافظة عانوا أكثر مما عانى غيرهم من جرح الحرب التي أشعلها الانقلابيون قبل أكثر من عامين. جزء من معاناة هؤلاء حمل على أجندة سياسية سوداء وخضع لنوع مسكوت عنه من العبث الذي دفع بالبعض إلى التعامل مع جرحى تعز وكأنهم محاربون في بيئة معادية، إلى أن تحرك هذا الملف عبر الإسهام الكبير من جانب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي وفر أوسع تغطية طبية وعلاجية لعشرات من جرحى تعز، بعضهم في مستشفيات مدينة عدن وبعضهم الآخر فيما تيسر من مستشفيات تعز، وجرى نقل العشرات منهم إلى السودان لتلقي العلاج هناك. لكن ذلك لم ينهي مأساة جرحى تعز، فالحرب الدائرة حتى اللحظة على المحافظة والانتصارات التي يتم تحقيقها بعزم المقاتلين من رجال المقاومة والجيش الوطني تخلف وراءها العشرات من الجرحى الذين يضافون إلى الحمل الثقيل للمنصحية المتهالكة في مدينة تعز. البعض من هؤلاء الجرحى تضاعفت معاناتهم جراء البقاء في منازلهم أو في أماكن إخلاء غير مكتملة التأهيل من الناحية الطبية، فتآكلت أجسامهم واتسعت جراحاتهم وتعقدت إعاقاتهم. هذه التضحيات العظيمة والاستبسال الكبير في حماية المحافظة يعني أن تعز ستتعافى بسرعة. لم يتوقف محافظ محافظة تعز ومساعدوه عن البحث على وجهات جديدة يمكن أن تؤمن جانبا من الدعم الصحي لجرح الحرب في تعز، وكانت واحدة من أهم لقاءاته الناجحة قد تمت أوائل أكتوبر الماضي في أنقرة مع وزير الصحة التركي الذي أبدى استعدادا لا محدود لدعم اليمن في هذه الظروف. جاء الدعم التركي متحررا من الأجندة السياسية، لذا اتسم بهذا القدر من المرونة التي ساهمت في استقبال أكثر من 140 جريحا مع أكثر من 25 مرافقا يتلقون الآن الخدمات العلاجية في مشفى مدينة أفيون بوسط تركيا، وسط أنباء عن تحويل عدد منهم إلى مستشفيات في أنقرة لإجراء العمليات الأكثر تعقيدا هناك. في مشفى أفيون تفاجأ جرحى تعز بزيارة لوفد تركي رفيع ضم وزيراء البيئة والثقافة ونائب أمين عام حزب التنمية والعدالة ووالي مدينة أفيون ورئيس جامعتها، بالإضافة إلى برلمانيين. زيارة عبرت عن رسوخ الالتزام التركي ومصداقيته، وقدمت مؤشرات على أن هذا الملف سيرى المزيد من التطورات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة لتتسع قائمة الجرحى الذين يمكن أن يستفيدوا من الخدمة الطبية والعلاجية في تركيا، على أمل بأن يحسم هذا الملف بالكيفية التي تليق بتضحيات هؤلاء المقاتلين الأبرار.